السلام عليكم متابعين قناة الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير. محتاجة كيك سريع وعمره ما يفشل منك؟ شوفي الكيكة دي، أسهل وأسرع كيك وعمره ما يفشل منك. انسي الكيك العادي وجربي الوصفة دي، بإذن الله هتعجبك. قدميها مع الشاي للضيوف، وقدميها كمان للفطار، وقدميها لأولادك للمدرسة. من أحلى وأسهل الوصفات وكمان مغذية جدا. قبل ما نشوف مقاديرنا، أتمنى ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعمونا بالشير. ولو بتشرفوا قناتي الأول مرة، بقدم عليها مجموعة متنوعة من الوصفات والحلويات وكمان أهم الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفيديوهات اللي بإذن الله ستنال إعجابكم. كيكتنا سريعة اقتصادية وكمان هنا لأي حد ممكن يعملها. يلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف مقادير وصفتنا عملناها إزاي. في البداية هجيب هنا مقدار 3 كوبايات من الدقيق، ضفت كوباية هضيف كمان هنا مقدار كوبايتين. بعد كده هحتاج كمية من السكر، والسكر بتاعنا هضيف مقدار 4 معالق كبار من السكر. لو انت بتحبي التحلية زيادة هضيفي كمان معلقتين. بعد كده هحط رشة من الملح. اضافتنا اللي بعد كده معلقتين كبار من النشا، والنشا بتدينا نتيجة ممتازة جدا في الوصفة دي. نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر، رشة من الفانيليا. هقلب المقادير دي كلها مع بعضها، ودي المقادير الجافة في وصفتنا، هقلبها بالشكل بتاعنا ده. بعد كده اضافتنا اللي بعد كده هجيب 120 جرام من الزبدة، والزبدة بتاعتنا تكون طالعة من التلاجة، الزبدة ما تكونش سايحة، تكون لينة بالشكل ده وطالعة من التلاجة. هستخدم مقدار 120 جرام. قطعت الزبدة بالشكل بتاعنا ده زي ما احنا شايفين، وضفت كمان 3 كوباية من الزيت، وهبتدي اخلط المقادير دي كلها مع بعضها بالشكل اللي هنشوفه. طبعا هنا نخلط هنا المكونات كويس، والخطوة دي خطوة مهمة جدا لنجاح الكيك بتاعنا ده. هنعمل هنا دي مع الزبدة اكنك بتعملي الكحك كده بالشكل ده، هنعمله لحد ما يبقى عبارة عن حبيبات بنفس الشكل بتاعنا. انا تنيت اعمل فيها حوالي 5-6 دقايق بالشكل ده لحد ما وصل معانا للنتيجة بتاعتنا دي. بعد كده الخطوة دي اختياري، ممكن هنا ناخد شوية من هنا المكونات بتاعتنا ونشيلهم على جنب، ولكن لو انت مش حابة الخطوة دي هنعمل الطبقة الأخيرة عبارة عن عجين. بعد كده ضفت هنا مقدار بيضة واحدة على الخليط بتاعنا، ودلوقتي هنبتدي نعجن باللبن، وزي ما ياخد العجين معانا هضيف اللبن بالتدريج. أنا استخدمت هنا لبن الشوفان في العجن، لو عندك لبن عادي ممكن تستخدميه. ضفت شوية من اللبن، وهضيف كمان شوية من اللبن، وهبتدي هنا أعجن بيه. لميت العجين بنفس الشكل ده، وعجينتنا بتبقى يا دوبك بس تلميها بنفس المكونات كده، وادي شكلها. هسيب العجينه بتاعتي ترتاح حوالي ربع ساعه، وبعد كده هنبدا دلوقتي نشكلها. طبعا العجينه بتاعتنا اهم حاجه ان انت تسيبيها ترتاح ربع ساعه، وبالاضافه كمان هنحضر صينيه الفرن قبل ما نحط فيها العجين. انا الحقيقه زي ما احنا شايفين قطعت العجين بتاعي لاربع قطع، كان الافضل عشان الصينيه كانت واسعه شويه كان الافضل ان انا كنت قطعتهم لثلاث قطع، فانا القطعه الاخيره بعد كده ابتديت هنا ازود بيها الطبقات بتاعه الصينيه زي ما هنشوف. جبت اول قطعه بالشكل بتاعنا ده، لو انت بتعمليها في صينيه صغيره قطعي العجين بتاعك لثلاث قطع عشان تبقى عباره عن اربع طبقات، ولكن لو صينيه واسعه اعمليها ثلاث قطع كده هيبقى كفايه. فردت هنا اول طبقه بالشكل بتاعنا ده، وطبعا انا كنت جايبه صينيه الفرن ودهناها بالزيت او دهناها بالزبده كويس بنفس الشكل. هنجيب اول طبقه من العجين وهنبتدي نحطها في الصينيه من تحت. لو نلاحظ ان العجين ما كفاش في الصينيه، اخدت جزء من العجين الثاني وهنا حطيته في الصينيه من تحت. واي نوع من المربى موجود عندك ضيفيه بالشكل ده. كان عندي كميه من الشيري في الثلاجه، حطيت عليهم شويه من السكر، وحطيت عليهم كمان شويه من عصير الليمون، وسبتهم لحد ما اتعمل مربى بالشكل ده وشلتهم في الفريزر، وبعد كده في وصفات زي ديت ببتدي استخدمهم. جبت هنا شويه من مربى الشيري بالشكل بتاعنا ده وحطيتها تحت اول طبقه. بعد كده بعد اول طبقه عملتها وحطيت فوقيها المربى، جبت هنا تاني طبقه وهنبتدي نفردها بالشكل اللي هنشوفه، وهنحطها في صينيه الفرن. ادي هنا تاني طبقة عملتها، هبتدي احطها في صينية الفرن وهبتدي اسويها.
وادي تاني طبقه عملتها بالشكل ده، واخدت جزء من العجين وكملت بيه تاني طبقه وسويتها وصينيه الفرن. الحشو اللي حطيته في تاني طبقه حطيت هنا جوز الهند بس، ولكن الافضل وانت بتعملي الوصفه ضيفي مع جوز الهند كميه من المربع عشان ما تفصلش معاكي. الحقيقه دي غلطه انا عملتها وانا بعمل الوصفه، فيفضل وانت بتعملي الوصفه ضيفي معاها مربى عشان هنا تثبت معاكي لما تيجي تقطعيها ما تفصلش الطبقه دي. وادي تالت طبقه بالشكل بتاعنا، هنا ابتديت افتها واحطها على الصينيه بتاعتنا بالشكل اللي هنشوفه. حطيت تالت طبقة وسويتها بنفس الطريقة كده زي ما احنا شايفين. وعندي بقى اي نوع مربى تاني موجود عندك في البيت، هنا زي ما احنا شايفين جبت نوع تاني من المربى وابتديت هنا اوزعه على الطبقة الاخيرة. لو انت بقى عندك كمية من العجين ممكن هنا، او لو بتعمليها في صينية صغيرة، لو حابة طبعا تعملي اخر طبقة ممكن تعمليها عجين زي الطبقات التانية، ولكن هنا لو ما عندكيش، لو انت حابة تعمليها زي ما انا عملتها ممكن تعمليها. انا حطيت هنا زي ما احنا شايفين في الطبقة الاخيرة، حطيت هنا كمية من جوز الهند وكمان هنا كمية من المربى، فالطبقة الاخيرة مش هتفصل معاكي زي الطبقة اللي في النص. في الاخر بقى الكمية اللي انا كنت حطاها من العجين بتاعنا ابتديت هنا اوزعها على الوش بالشكل بتاعنا ده. لو انت عايزة تعمليها بالطريقة دي ممكن تعمليها، او لو انت حابة تعمليها على هيئة طبقة زي باقي الطبقات اللي تحت ممكن تفردي قطعة من العجين وتعمليها بالشكل بتاعنا. حطيت هنا الوصفة بتاعتنا في الفرن وكنت مولعة الفرن قبلها بحوالي 10 دقائق، وادي وصفتنا زي ما احنا شايفين بعد ما استوت. هنطلع بقى الكيك بتاعنا ده وهنقطعه وهنشوف بتاع الكيك بتاعنا قد ايه جميل. الحقيقة من اسهل واحلى الوصفات، وكمان هنا الوصفات الناجحة جدا، وعايزة اقول لكم طعمها جميل. اختاري نوع زبدة كويس زي ما احنا شايفين، تاني وتاني طبقة فاصلة شوية بالشكل بتاعنا ده، فيفضل وانت بتعمليها حطي كمان مربى مع جوز الهند. الحقيقة زي ما بقول لكم من احلى واسهل الوصفات، بالاضافة كمان استعملي نوع زبدة كويس باذن الله هيديكي نتيجة ممتازة في الوصفة. زي ما احنا شايفين ادي وصفتنا عملناها بالطريقة الجميلة ديت، ممكن تقدميها مع الشاي، ممكن تديها لاولادك للمدرسة، من احلى واسهل الوصفات اللي باذن الله هتعجب الجميع. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم، واتمنى ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة، واستنونا باذن الله في وصفات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.